بسم الله. من الحاجات المفيدة في الشغل بتاعنا العملي موضوع الاكسرف. ايه موضوع الاكسرف دوت؟ بيبقى انا مثلا هشتغل كهروميكانيكال ومحتاج لوحة تانية معماري عشان اشتغل عليها، او بيبقى انا شغال انشائي ومحتاج لوحة المعماري، او المعماري نفسه محتاج لوحة بتاعة موقع العام عشان اشتغل عليها. لازم في شغلنا، لان مفيش حد بيرسم لوحة لشخص، مثلا مش برسم انا دماغ بني ادم فمنفصل عن الباقي، لا انا برسم جزء من عمارة او جزء من فيلا، فلازم ابقى شايف اللوح التانية تبقى موجودة قدامي. فبكتب اكس ار اللي هي اختار اكس ريف. اكس ريف ده حاجة بسيطة جدا، بقول له حدد لي مكان اللوحة اللي انا محتاجها في شغلي دلوقتي واستدعيها. اجي هنا اقول له اتاش دي دبليو جي. طب ايه الحاجات التانية اللي موجودة؟ في عندي ايمج لو انا عايز ادخل صورة، يبقى كده عارف ندخل الصورة منين. ممكن مكالمة انسيرت برضه هنلاقي الصورة، ولا الاكسريف، ولا حاجات كتيرة جدا. تمام، مكالمة انسيرت بنلاقي دي دبليو اف. دي دبليو اف خاصة بإن أنا دي ملفات تبقى الشغل عبر الإنترنت، يعني عايز أعرض حاجة لواحد على النت، عكس الدي اكس اف. الدي اكس اف صيغة تبادلية بين البرامج. الدي جي ان ده خاص بالمايكرو ستيشن، بس دلوقتي اقدر ان انا استدعيه وابدا اشتغل عليه. البي دي اف ده بورتابل دوكيمنت فورمات، ده خاص نقدر نقول كتب الكترونيه او اللوحه بتاعتك تحولها بي دي اف، بحيث انها تطبع على طول من غير ما تعدل في سمك الخط او اي حاجه من الحاجات ديت. بوينت كلاود. بوينت كلاود دي النقط اللي انا مثلا في الموقع عايزها، مثلا اتاش بوينت كلاود. تمام، اقول له انا محتاج الدبليو جي، بيقول لي حدد مكان اللوحة. أقول له أنا عايز مثلا اللوحة ديت، وأقول له إيه أوبي، بيقول لي اسم اللوحة، السكيل، هل أنت عايز تحدد السكيل؟ ممكن أكتب 2 2 2. تمام، أو أقول له خليني لو أنا علمت كده، يبقى لما هتيجي تنزل فايل باللوحة أنا اللي أختار المقاس. هيسألني أنت عايز الإكس كام والواي كام والزد كام، فما دام انا عارف اقول له ايه شغل الاتنين دول زي ما هم. ده خاص هيبقى فين في اللوحه، هياخد نص 0 0 0 0 من اللوحه ديت ويحطهم هنا. المسار بتاعك، هل انت عايز كل مره يقعد يبص على المسار كله؟ تمام، ولا عايز ريلاتيف يشوف ايه الحته المشتركه؟ يعني لو احنا الاثنين الملف دوت اللي انا شغال عليه والملف اللي هو 333 الاثنين ريلاتيف مع بعض في نفس المكان، خلاص يلغي الحاجات المشتركة. يعني هما عديه في فولدر اسمه اوتوكاد، فولدر اسمه باتمان، خلاص يلغي الحاجات المشتركة ويبدأ من المسار المختلف. تمام، نوباس لو هما الاتنين في نفس الملف. تمام، يبقى أنا عندي ريلاتيف هيشوف ايه الحاجات المختلفة ويبدأ يحتفظ بيها، والفول باس هيدور على المسار كله ملوش دعوة. تمام، الفول باس ده بيعمل مشكلة لو أنا رحت خدت اللوحة دي كلها ووديتها عند الجهاز تاني ما عندوش السي وما عندوش، يعني عنده بارتيشن مثلا اسمه مسميه اكس وواحد اسمه واي، فالتسميه نفسها مختلفه، فده ممكن بيعمل مشكله. تمام، الوحده طبعا الملف ده معمول بالمليمتر، خلاص اقول اوكي. بدات اللوحه تيجي لونها بات شويه عشان هي مصحوبه اكسريف. تمام، ممكن انا اروح انا ال 333 ديت واعدل فيها بعض الاشياء، زي ان انا مثلا هلغي الاوضه دي خالص واقول له بعد كده ايه سيف. تمام، الاوضه لسه موجوده ليه؟ لان انا لازم اجي هنا واقول له ريلود. تمام، بيبدا يشوف اخرة السيفه ويبدا ياخد المعلومات. تمام، هو محتفظ بالحاجات ديت. طيب نيجي هنا نشوف هل الحاجات دي احنا خفناها ولا ما خفناهاش، ولا ايه المشكله فيها. اتاكد ان كله ظاهر. هي موجوده بس احنا كنا خافينها. تمام، طيب لما انا اجي الغيها من هنا واقول له ديليت واقول له سيف، اجي هنا على ايه بيقول لي اعمل لي ريلود، هقول له اعمل ريلود. تمام، الاقي الحاجات ظهرت معايا. تمام، طيب لو قلت له عايز ملف تاني اختار ده مثلا، لو 00 متوافق في 330 وفي الفلور بلان خلاص كده مفيش مشكلة. تمام،
في نقطة احنا ما قلناش، اللي هي الاتاشمنت والاوفر لاي. في عندي ريفرنس تايب، بلا عندي اتاشمنت واوفر لاي. الاوفر لاي بيتجاهل لو في اي ملفات تانية مسحوبة، يعني بيسحب الملف ده بس، يعني الملف اللي هو اسمه فلور بلان دوت، لو هو نفسه ساحب 5 ملفات فالاوفر لاي هيتجاهله، بيسحب بس الفلور بلان. الاتاشمنت يسحبه ويسحب الحاجات اللي هو سحبها، تمام. يبقى ايه، انا لو قلت له اتاشمنت يسحبه ويسحب مثلا 5 6 ملفات معايا. طب هو لو ما فيهوش غير هو الملف ده هياخده بس كده، كان انا ايه اعمل له اوفر لاي، اقول له ايه اوكي تمام. الملف السحب ممكن يكون فيه فرق في المساحه، فعشان كده اجيب الشكل ده. ممكن نعمل له موف عادي، ممكن يكون واحده كلاس مختلفه من هنا وهنا، تمام. طيب لو انا الملف ده عايز احتفظ بيه، يعني خلاص عايز لما عدى في 333 ما يتعدلش هنا، او عايز ابعت الملف ده للعميل من غير الملفات الاكسلفات الكتير عشان ما الخبطوش، اجي هنا واقول له ايه بايند. غالبا كان عندي حاجه اسمها انلود وريلود وديتاتش، تمام. الريلود عشان اعمل له استدعاء تاني لاخر تعديلات، الانلود مؤقتا مش هيبقى موجود، بس في اي وقت هاجي هنا واقول له ريلود هيسحب كله، هو مجرد بس ان انا اخفي الملف ده شويه. ديتاتش يبقى انا خلاص مش عايزه، هيلغيه تماما. بايند تمام، هيروح محوله لملف جوه الشغل بتاعي، مش هيبقى مسحوب اكسلف. يبقى انا لو عدلت في 333 التعديل مش هيجي معايا هنا، تمام.